مع كل حلول موسم الرعود والتساقطات المطرية يطفو على السطح فيضانات اشتهرت بها مدينة صخر العتيق ككل سنة. العينة هذه المرة من حي ابن الشرقي الذي كان مسرحا لسيول جرفة قضت على شيخ ستيني. وصل لهنا باه يقطع، الجماعة عيطوا عليه قالوا له ما كانش يقطع، هو حب يروح. فلوطوني جاي معدي يطيحوا الماء، كي يطيحوا الماء داه في البالوعة هذه داه وراح. نورمالمون البالوعة هذه يديروا لا باروداج هكا وهكا. هذه هي اللي هذه هي الطريق اللي تدي للواد. طلب من السلطات المحلية من والي ولاية قسنطينة ورئيس المجلس الشعبي البلدي باش شوية يتولوا لهذه الأحياء الشعبية باش يقوموا بالأشغال ويديروا بالوعات اللي باه ما تكونش كوارث. عملية البحث عن الشيخ الذي جرفته المياه تواصلت لثلاثة أيام متتالية ليعثر عليه وسط وادي الرمال ببلدية مسعود بوجريو، ويوار الثرى بمقبرة ابن الشرقي وسط حضور جنائزي مهيب. مينا جماعة من جيران ومنا رحنا حوسنا وصلنا اللوط في اسمه على هي، وصلنا لعين كرما حوسنا تفرقنا على زوج مجموعات يحوسنا، وحدة راحوا هاك وحايدة راحوا هاك وحايدة جاوا راحوا منين كانوا هو هي حوسنا ومن بعد عيطوا علينا قالوا لنا ما لقيناه هي تلمينا عيطنا على الجماعة اللي كانوا معنا رحنا نجريو عنده في واحد البلاصة بيسميوها بين الكيفان. رحنا مع الفرات الحماية المدنية هبطنا معاهم عاوناهم هزينا معاهم. كثر خير وجميع من ساهم في هذا الجنازة تعطف الخويا مهما بالكلام مهما بكلمة الله يرحمه. كثر خير السلطات كامل اللي راهي وقفت معنا. هي دقائق فقط من تهاطلات مطرية كشفت المسور وفضحت مسؤولون تغنوا بإنجازات لم تعطي حق ولاية بحجم قسنطينة.